بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في طه إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول اعلم أن الضنك في اللغة الضيق، الضنك يعني الضيق، ومنه قول عن ترى: إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزلوا، إن يلفوا بضنك يعني بضيق وبشدة. ومنها قوله أيضا: إن المانية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وأصل الضنك مصدر وصف به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله تعالى معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا، والعياذ بالله تعالى، معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا. واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة، يعني إذا كنا بصدد تفسير آية تعددت فيها الأقوال بحيث إنها تتعاضد ولا تتنافر، يعني أقوال عدة لكنها غير متنافرة ولا يكذب بعضها بعضا ولا تعارض بينها وكلها محتملة من حيث اللفظ، ففي هذه الحالة الأولى أن نقول إن الآية تشمل هذه الأقوال جميعا، كما يقال مثلا في تفسير الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم، فمن قائل الإسلام ومن قائل الإيمان ومن قائل السنة ومن قائل كذا وكذا، فهذه أقوال لا تتعارض، وإنما هذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فالأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله والرضا بقسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشا هنيئا. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هنا في هذه الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، كما شرح بقوله أن أهل الدين يعطيهم الله سبحانه وتعالى التسليم، القناعة، التوكل على الله، الرضا بما قسم الله، وهذا هو نبت السعادة وراحة البال، أن يرضى الإنسان بما قسم الله له سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هو نفس هذه الحياة الطيبة أيضا في الدنيا. وأما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا. إذا سلط عن إنسان الحرص والطمع والشرف فلا يمنع عينه أي شيء إلا الصراع، فلذلك يزداد نهمه وشغفه وحرصه على الدنيا، ثم يسلط عليه السحر الذي يقبض يده على الإنفاق. إذا ألقي في قلب السحر فإن السحر يأمر إلى إيه؟ إلى أن يمسك عن النفقة ويقبض يده. فعيشه ضنك وحاله مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جمع الله له سملة وجعل غناه في قلبه وأشته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته شتت الله عليه سملة وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، مع شدة الحب لكن لم يأتيه إلا ما قدر له الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى ولا يقنع إلا أهل الإيمان. أما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا، مسلط عليه السحر الذي يقبض يده على الإنفاق
فعيشه ضن وحاله مظلمة. ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وذلك من العيش الضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبين في مواضع أخرى أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تبارك وتعالى أن عيشهم يصير واسعا رغدا لا ضنكا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لبورك لهم في أرزاقهم هذه البركة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكقوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات. وعن الحسن أن المعيشة الضم هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة، وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى، كقوله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة الضم الكسب الحرام والعمل السيء. طبعا استصحب القاعدة التي قدمناها أن هذه أقوال شتى، لكنها ما دامت غير متعارضة فالأولى أن تحمل الآية على كل هذه المعاني. فعكرمة والضحاك ومالك ابن دينار يقولون المعيشة الضنك هي الكسب الحرام والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: المعيشة الضنك عذاب القبر وضغطه. وقد أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المعيشة الضنك في الآية عذاب القبر، وبعض طرقه بإسناد جيد كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة في الضنك لمعيشته في الدنيا، لأن حتى لو قلنا أن المعيشة في الضنك معناها عذاب القبر، ضغطة القبر، فهذا لا يتعارض مع القول بأن المعيشة في الضنك أيضا هي الضيق في الحياة الضيقة في يعني الدنيا. وأيضا لا يعارض كون المعيشة في الضنك هي طعام الزقوم والضريع، فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويعني وليعلم أن قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، على عمومها، يعني هذه تشمل الدنيا والبرزخ والآخرة. فالأبرار في نعيم في الدور الثلاثة: في الدنيا وفي البرزخ اللي في القبر وفي الآخرة. وكذلك: وإن الفجار لفي جحيم، في الدور الثلاثة يعيشون في يعني جحيم. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى، أي لا حجة له، أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد
وأبي صالح والسدي وعكرمة، لأنهم قالوا إيه؟ أعمى يعني لا حجة له. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. فيقول هذه الآية فيها قرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، وأن المراد بقوله أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا. أعمى تفسير صحيح فيها أعمى البصر لا يرى شيئا. والقرينة المذكورة سورة ما هي؟ قال رب لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا، فطرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر بالنسبة لعمى القلب، هل الكافر كان بصيرا يعني كان قلبه بصيرا في الدنيا من حيث عمى القلب المقصود بقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهل الكافر كان أعمى القلب أم لم يكن أعمى القلب؟ كان أعمى القلب، فإذا لا يحتمل على الإطلاق أن يكون المقصود بقول الكافر وقد كنت بصيرا، وقد كنت بصيرا يعني بصر القلب، إنما لابد أن يكون المقصود إيه؟ بصيرا يعني بصر العين بصر الحاسة. نعم. يقول والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قال رب لما حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقد زاد جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكم أيضا، يحشر أيضا بجانب العمى يحشر أصم أبكم، وذلك في قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال السنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه في آية طه هارب وآية الإسراء المذكورتين إشكال معروف، وهو أن يقال إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى، وزادت آية الإسراء أنه يحشر أبكم أصم أيضا، مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويسمعون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، هذا أسلوب تعجب، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فهذه رؤية، وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، في مبدأ الأمر الآية تقول ونحشرهم يوم القيامة، فإذا في أول ما يحشرون ويبعثون يحشرون على هذه الهيئة عميا وبكما وثما وبكما وعميا وبكما وثما كما قال تعالى في سورة الإسراء، هذا في أول الحشر. أي نعم. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. إذا نحشر يوم القيامة أعمى، هذا عند أول الأمر، هذا تكون في أول الحشر حينما يحشرون، يحشرون على هذه الهيئة ثم يرد الله عليهم هذه الحواس ليدركوا بها ما قص الله تبارك وتعالى عنهم. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، عميا يعني لا يرون إلا ما يسوءهم، وصما لا يسمعون إلا ما يسوءهم ولا يسمعون أبدا شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن الحسن. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به، وعرف أن هذا أسلوب من أساليب العرب،
التعبير بما لا ينتفع به بأنه إيه؟ عدم. عدم. ومن المعروف أن العرب ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. نعم. ألا ترى أن الله تعالى يقول في المنافقين ثم بكم عمي، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، سلقوكم شتموكم وآذوكم وانتقدوكم بألسنة الحداد، يعني أنهم يتكلمون مع أن الله وصفهم بأنهم إيه؟ بكم. وقال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذن هم يتكلمون مع أن ومع ذلك وصف الله تعالى بأنهم بكم. فإن يقول تسمع لقولهم لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول أيضا فيهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا سيئة، فيصدق على صاحبه أنه أعمى وأطم وأبكم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الحواس ليهتدي بها إلى التوحيد ويعرف حق الله عليه ويعبد الله كما أمره. فلما عطل حواسه عن الوظيفة التي خلق من أجلها وأنفقها في كل شيء إلا في هذه الوظيفة، فكأنه لم يكون قد استوى مع من حرم هذه النعم أصلا، لأنه لم يعمل الحواس فيما خلقت لأجله. ومن ذلك قول قعنب ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني يذم قوما غير منصفين، غير منصفين حاقدين او يعني يريدون به السوء، فهؤلاء لا يثقون ان يسمعوا عنه خيرا. يقول ثم اذا سمعوا خيرا ذكرت به، اذا سمعوا عني كلاما حسنا ذكرت به فانهم ثم، يعني كانهم لم يسمعوا. وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا، يعني ايه؟ اعملوا اذنهم و انصفوا جيدا ما دام هذا الكلام مما يعني يؤذيني او مما يسوءني. وقال الاخر اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده، يعني الشيء الذي اكرهه فانا اصم، بمعنى اني لا انصت اليه. اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده، لكن حين اريد ان اسمع كلاما له قيل فاكون ايه؟ أسمع خلق الله حين أريد. وقال الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير خمائي، كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم، عقلي أصم كأنه لم يسمع، لكن أذني غير خماء، فأذني تسمع لكن عقلي كأنه لم يسمع هذا الأذى. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيه. إذن الجواب الثاني عن هذا الإشكال هو أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ثم وبكم وعمي، بمعنى أنهم يعني حتى موجودة لكنهم لا يرون بها شيئا يسرهم، ولا يسمعون بها شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة، فهذا معنى ثم بكم عمي. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة، يعني قوله في طه ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله فيها لم حصرتني أعمى، وقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وأظهرها عندي الأول. إذن هي ثلاثة أوجه لإزالة الإشكال. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى إن أظهر هو الأول، يعني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا يمسكون بحجة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي نعم. فطبعا
هنا النسيان هنا بمعنى الترك عمدا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها عمدا، أعرضت عن ذكري. وكذلك اليوم كنت تترك أيضا عمدا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور. وقد دل مسلك الإماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي. وكذلك نجزي من أسرف، فكلمة كذلك مع وصفه بإسراف هذه تدل على أن علة هذه العقوبة هي وقوعهم في الإسراف، وأن الإسراف جزاؤه النار كما قال تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. وبين في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. والعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنيا. ومن المعيزة الضنك التي هي عذاب القبر، وضحه قوله تعالى ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحقيقة هذه الآية وهي قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني من المواضع التي نحتاج إلى الوقوف بشيء من التفصيل على أسرارها. فيقول الخاتمي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قرئ ضنكا بالتنوين على أنه مصدر وصف به، ولذا لم يؤنث باستوائه في القبرين كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وفي القاموس الضمك الضيق أو الضيق من كل شيء للذكر والأنثى، يقال ضنك فكرم ضنكا وضناكة وضنوكة أي ضاقة. وقال السمين ضنكا صفة معيشة وأصله المصدر، فلذلك لم يؤنث. ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد. ثم يقول ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالا، إنها في الدنيا أو في القبر أو في الدين. والأظهر الأول، الأظهر الأول أن هذه المعيشة الضنك في الدنيا. لماذا؟ لمقابلته بالوعيد الأخروي، لأنه قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضنك ضنك في الدنيا لمقابلته بالوعيد الأخروي. قال ابن كثير أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. فانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وذلك لأن الاعتقاد، يعني يمكن الإنسان أن يحس بصدى هذه الآية في نفسه إذا مرت عليه يعني أوقات يغفل فيها عن ذكر الله، أو بالأحرى يعرض عن ذكر الله. فإذا يعني إذا وكله الله إلى نفسه طرفة عين تتبع عليه كل أمره، كيف يكون تكون الوحشة وكيف يكون الضم والضيق والعذاب. وأيضا هذا مما يلمس لمسا حسيا يعني في أحوال الكافرين عموما الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، لأنهم عندهم كثير من أسباب السعادة في الدنيا سعادة، لكن في الحقيقة هم لا يملكون السعادة، عندهم التقدم التقني وأساليب الراحة والرفاهية وكذا وكذا، ومع ذلك هم أشد الناس ضنكا، والأمراض النفسية والاكتئاب وغير ذلك من الآلام والعذاب هو ترجمة لمعنى الضمك الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب إعراضهم عن كتاب الله. حتى ضحكاتهم وحتى ابتساماتهم تشعر أنها مصطنعة مصطنعة، والابتسامات التي يوزعونها إنما هي
يعني لأجل العمل ولأجل الترويج للشغل والعمل. أنا في بعض المحلات الكبرى في أمريكا أراد العمال أن يطالبوا برفع الأجور، فقرروا الإضراب، لكن إضراب بطريقة غريبة. إضراب كان عن الابتسام في وجوه الزبائن. فحقق هذا المتجر خسائر طائلة في يوم واحد فقط توقفوا فيه عن الابتسام في وجوه الزبائن. فإذا ابتسامتهم هي أشياء مصطنعة، هي تعتبر جزء من الإجراءات التي ينبغي أن يحافظوا عليها في تعاملهم مع الآخرين. فالحقيقة أن البحث في هذه المسألة يحتاج لكثير جدا من التفاصيل. الضلك الذي يعيش فيه الكفار بسبب إعراضهم عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا شيء ملموس وواقعي، وتكي به يعني أحوالهم التي يعرفها من سبر أغوارها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى معلقا: وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآرب. يعني الإنسان الذي يذكر قلبه بالله سبحانه وتعالى ويبرد قلبه يعني ويثلج قلبه برضو اليقين والإيمان، هذا يكون في عجز الأحوال وفي يعني ينال لذة بذلك فوق لذات أهل الشهوات والمآرب واللذات بنظائره. فالذي ينادي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل لا شك يجد متعة في قيام الليل أعظم بكثير جدا ممن يتمتع بشرب الخمر أو بكذا أو كذا مما حرم الله، بل هذا لا يجد متعة في الحقيقة، هي تقول إلى الاكتئاب والغم والهم والحزن. يقول: فالضنك المعني بها، إذا هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي. معروف أن القلق هو يعني مرض هذا العصر. نعم. من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث. يعني حتى لو لم نحس نحن بذلك، لكن علينا أن نكون على يقين، لأنه مهما ظهر أن أهل المعاصي أو أهل الكفر يظهرون السعادة والبشاشة وغير ذلك، نقول لهم أنتم كاذبون، أنتم يعني حقيقة ما في قلوبكم أخبرنا الله به في وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو هذه الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما دمت قد أعرضت عن ذكر الله ولم تؤمن بكتاب الله وبالقرآن، فحتما أنت في داخل قلبك تشعر بهذه المعيشة ضنكا، حتى لو ادعى بلسانه خلاف ذلك، لأن هذا الخبر أتى من عند الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. يقول: فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث لا يجد منها مخارج إلا به، لا يمكن أن يجد مخرج من هذا الحق والضيق والنكد إلا بالإسلام والإيمان، ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض وجدانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوائها وتهتدي بها من ضلالها وحيرتها وتستنير به من ظلماتها، ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمة. ألق نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك. هذه اليهودية يرى في استراعها أي في شرائعها وأحكامها من الآثار والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق، وهذا جزء من الضنك، جزء من الضنك الذي يعيش فيه اليهود الآثار والأغلال التي عوقبوا بها في شريعته، مع أنها طبعا مسخة، لكن هم يزالوا متمسكين بها لأنهم لم يؤمنوا بدين الإسلام، فلذلك تجدهم يعانون الضنك بسبب هذه الآثار ويعني الأغلال الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في المأكل والمصرف، حجر في المنكح والمبيت والمعاشرة، ضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ولبسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون، دعيت خرافات الاعتقاد والافتراء بالأهواء في التشريعات وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتداين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعديل السرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية وأمروهم بنبذ أحكام التوراة
نكاية لليهود. فحصل منهم استباحة الخمر، منع الختان مع أنه في الشريعة الاتفاقات موسى عليه السلام، وإباحة تحمل الشجيرة وغير ذلك مما أباحه لهم يعني أحضرهم نكاية وغيظا لليهود الذين يتمسكون بشريعة التوراة، وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا على بعثة عيسى عليه السلام. فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهدم الناموس يعني التوراة بل لأتمه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة زائرة على العقل والفكر، كل هذه من الأثار والأغلال والانحرافات نتيجة الانحراف عن دين الإسلام ودين الحق. نعم، يعني هل المسيح أمرهم بأن يصنعوا الصلبان وأن يصنعوا التماثيل وأن يسجدوا ويدعوا ويرجوا ويوجهون الدعاء نحن حيث التماثيل كما يفعلون؟ هل شرع لهم كل هذه الشرائع التي يعني فيها انحراف عن الفطرة؟ أي نعم. نعم، يقول: فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، حتى إن عندهم البلاء ظل الله في الأرض، ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء، وما يعقده في الأرض يكون معقودا في السماء، وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما أو حملا وإبراما تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما يتضجر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نقيض. يعني لو تأملت سيرة المسيح عليه السلام، جهد المسيح في الدنيا، خشوعه وتقواه وتواضعه مع أحوال البابوات والأباطرة هؤلاء الناس والشرف الذي يكونون فيه والزخارف التي يعيشون فيها. نعم، فأنا لا يضيق ذرعه ولا تضمك معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمد من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيبهم مننا لا تنكر، أخذوا يقاومون الكنيسة. يعني إذا الإسلام كان هو السبب في ثورتهم على الكنيسة، يعني لما احتكوا بنور الإسلام في جامعات الأندلس شعروا بما هم عليه من المعيشة الضنك، فلذلك بدأوا يتمردون منذ ذلك الوقت على يعني الكنيسة، وأخذوا يقومونها في حظرها على المعارف والفنون ومعاداتها للعلوم. وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما اسودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح، وحقيقة هذه الكلمة لا نستطيع أن نمر عليها مرة أخرى، يعني مهما أصلحوا ما داموا لم يدخلوا في الإسلام فهم فاسدون مفسدون. فالتعبير بدعاة الإصلاح هذا تعبير ما ينبغي التساهل معه، أن عملية الإصلاح يعني هو تمرد مثلا مارتن لوثر والذي يسمى بأكبر دعاة الإصلاح في ملتهم على سلطان الكنيسة وحاول أن يغير الشعب، لكن مهما كان ما دام هو في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الدخول في الإسلام فلا يسمى هذا يعني إصلاح. أي نعم. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح وتفرقوا أحزابا ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام لنبذهم سخائف ما ورثوه، ولذلك تراهم في عيشة ضمن يسعون لأرقى مما هم عليه، علما بأن الدخائل والبدع في دينهم أفسدت عليهم ما أفسدت، ولن يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رسحات من المعيشة الضنك لأمتين عظيمتين يهود والنصارى، وهما تنتميان إلى كتابين منزلين، يعني دول أحسن الكفار الموجودين يهود ونصارى على الأقل إيه؟ أهل كتاب. طيب إذا كان أهل كتاب هذا حالهم، فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تخطى؟ ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التملص منها لكثرة خرافاتها وضررها نفسا ومالا وعرضا، فأهلها في سخاء وعذاب لا يشاكله عذاب، ومن نجا من ويلاتها بالإسلام لا يعد ولا يحصى. وقف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين، يعني الضنك الذي يعيشون فيه إنسان يعجب أن واحد مثلا مثل غاندي يدافع عن عبادة البقرة، يقول أنا أفاخر العالم كله لأني أعبد البقرة وأرفع عقيرتي بهذا وأنا فخور بذلك، ويظن يعقد مقارنة بين أمه التي ولدته وبين أمه البقرة ويقول هذه تعطينا اللبن بلا ثمن ولا بلا حساب
وأما أمنا ستطلب منا المقابل ذلك كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام السخيف. ولذلك لا نعجب أبدا أن يكون ابن غندي دخل في الإسلام, يعني ابن ما يدعى بمهاتما غندي هذا دخل في الإسلام وكانت ضجة يعني شديدة جدا لما دخل ابنه وأعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فابنه تربى فيه في رمز من رموز الهندوسية والوثنية والشرك, ولما طلع على نور الإسلام دخل في دين الإسلام. وهذه الحقيقة يحاول دائما الناس يعني أعداء الدين صمت هذا الخبر مع شهرته فيما مضى أن ابن غندي ممن صرفه الله سبحانه وتعالى بالدخول في دين الإسلام ونبذ ما كان عليه أبوه وقومه من يعني الوثنية. قص على هؤلاء الطائفة المسمى بالماديين وهم الزهريون والطبيعيون, فإنهم بلا ريب طبعا يعني بالتعبير الحديث الشيوعية, وطبعا كلام القاسمية رحمه الله تعالى منذ زمن كانت لسه يعني الشيوعية مجرد حلم يخدعون به الناس. أما اليوم في هذا الزمان نحن قد عاينا انهيار الشيوعية وتمرد يعني أهلها عليها, فالعبرة بلا شك يعني أعمق. قص على هؤلاء الطائفة المسمى بالماديين فإنهم بلا ريب أضيق صدرا وأضمة معيشة وأشد اضطرابا وأعظم فرقة, فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي واحد, بل يتصور كل منهم إلهه كما يهوى وكما تخيله له رغائبه وشهواته. ثم ننتقل إلى حال الفلاسفة كيف ظلوا في مواد ما يشرعون ولم يهتدوا لجادة الاستقامة الحق. فإن كان هذا حال الفلاسفة الذين هم يعتبرون من خواص الناس, فأنا يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه كيف يشاء, يختلف باختلاف العقول ويعني الأهواء. يقول وقال إمام مدقق في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لتأمين طمأنينة النفس وسعادتها, يقول إن نرى أمام أعيننا بعضا من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف, ولكنهم كثير الضجر شديد الحيرة, لا يكادون يشعرون بالراحة ولا يلتذون بملذة, كأن لهم في لذة ألما وبإزاء كل فرح يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها, كآبة لا تزايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم. لماذا؟ بكأس من الرحيق, يعني الكآبة لا تزول عنهم إلا إذا غابت عقولهم. لماذا يغيبون بالمخدرات بالخمور حتى يهربوا من الضنك الذي يعيشون فيه والذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم, كآبة لا تزايلهم لا تفارقهم إلا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق, فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثير التحرق لفقدانه لأنه دواؤهم الوحيد, وهو داؤهم هو في الوقت إيه؟ داؤهم كما يقول الشاعر وداوني بالتي كانت هي الداء. ما سر هذا الأرق والدجر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية وهما الأمران اللذان عليهما كما يزعمون مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية مع تهذبهم بأنواع العلم وهو كما يزعمون الشاف للناس من نزغات الوسواس؟ أما يدلون هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما؟ إن غاب على الإنسان علمه فقد دله عليه أثره, وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكنى القصور. إذا السعادة الحقيقية الطمأنينة اليقين الراحة السعادة السرور لا يمكن أبدا أن القلب يصل إليها إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى خلال الإيمان بالله وخلال ذكر الله عز وجل وخلال التداوي بالقرآن الكريم لتصديقه والانتفاع به. فالقلب ما دام لم يصل لهذا المطلب يظل في حالة جوع وطلب إلى ما هو أرقى, مهما حط الإنسان من لذائذ أو من حروب فإنه يظل يطلب ما هو أبعد ما هو أبعد. فإذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى يسكن قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام فلما أفلت قال
لا أحب الآكلين، لا أحب الآكلين. فهذا هو المبدأ، أن كل ما سوى الله يأكل ويزيد، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يمكن القلب أن يستقر ويثبت ويطمئن إلا إذا وصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والانتفاع بكتابه الكريم. يقول: أما يدلنا هذا الضجر الثري على أن النفس سائقة لأمر ما؟ إن غاب على الإنسان علمه فقد جمله عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكن القطور ولا أكل الصنوف ولا سماع العيدان ولا مغازلة الغيب، بل هو أمر آخر. لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباء، ولا الأكوان بجانبه إلا فناء. ما هو هذا الأمر الثاني الذي لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت وهامت به وسكرت ورضيت به وقنعت؟ هو لا شك صحة المعتقد وإليك الدليل. ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء، يعني طبيعة النفس والروح ليست من قبيل الأمور المادية، ولا من قيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحفيرة. يعني إنسان روح وجسد، الروح لا تبحث عن الأمور الحسية التي ترجع إلى الجسد والطين، واضح؟ بل دائما الروح تأنس إلى ما هو أعلى وأشرف. يقول: ليست أيضا من قيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة، أو تهتم بملاذها مهما كانت كبيرة، بل هي من طبيعة النورانية المحضة، فلا تأنس إلا لنور يجلي عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة، لتسرف على حضرة القدس المنيفة وتطل على حضائرها الشريفة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية، وأكبر من أن ترضى بملاذها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسه بجمع المال ورفاهة الحال ليرتاح سره ويسكن اضطرابه، فإن النفس لا تفتأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة ليهتدي إلى وضح المحجة. فإن تبصر في أمره واكتنه حقيقة سره وأمال نفسه بغيتها من إبلاغها نورها المرجو لها، سكن فؤاده وآب إليه رشاده، وليس ذلك إلا بأن ينشرح صدره بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أي نعم. ولو كان جسمه بين القنا والقنابل وحاله من الفقر في أخف المنازل، يعني حتى لو كان جسمه يعاني، لكن متى ما كان قلبه موصولا بالله معمورا باليقين فهو أسعد الناس. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الهائمة أمنيتها وإمتاعها لطلبتها من صحة العقيدة؟ السبيل لذلك هو العقل السليم، العقل في النوع الإمكاني، خصيصة من أخص خصائصه أو من أجل خصائصه، ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له واعتني بصحته واعتداله. بالعقل يصبر الإنسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة أجزائه وأعظم أبعاده، ويستكمه سير النواميس السائدة عليه، فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وصنائعه عن اللهو، كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته استدلالا محسوسا لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجمعيات البشرية فيرى نواميس رقيها وهبوطها وأسباب رفعتها وضعفها، ويتبصر في أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين، فيستدل بالتدقيق فيما جاءوا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر. وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارك والإحساسات وفي تباين الملل والديانات، بالعقل يميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال، فيفرق تبعا لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة، ويعثر بتعظيم العلم والبدائه على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإنساني، وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه. هذا فيما يتعلق بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى. هذه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لا يضل ولا يبقى. هذه وثيقة تأمين ضد الضلال
والسخاء. بإيه؟ باتباع القرآن الكريم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يسخى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما على هذه الآية في كتابيه الجواب الكافي ومفتاح دار السعادة، فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه الآية فإنها جديرة بذلك. قال في الجواب الكافي في فصل أبان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي، يقول: ومنها، يعني من عقوبات المعاصي، المعيشة في الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال: وفسرت المعيشة في الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة في الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. يعني ثلاثة في فرض، كلما زاد الإعراض كلما زاد حظه من إيه؟ من الضنك. يعني ممكن في مسلم يعرض عن القرآن مثلا درجة معينة من الإعراض، فحسب درجة الإعراض حسب ما يكون نصيبه من الإيه؟ من الضنك والشقاء. وهو الكافر كذلك، كلما زاد كفره كلما زاد ضنكه. واضح؟ نعم. يقول: فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعم ففي قلبه من الوحدة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، يعني سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا وسكر حب الرياسة أشد تأثيرا في القلب وإذهابا للوعي من القلب من سكر الخمر، فهي التي تحول دون هدول الإحساس بالضنك الذي هو فيه. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويفحص. يعني الذي يشرب الخمر يذكر حال السكر، لكن بعد ساعات ممكن يفيق من هذا السكر. يقول: وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات. إلا يعني لا يمكن أن يفيق من هذا السكر، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو منه الإنسان إلا إذا أصابته سكرة أشد، وهي سكرة الموت، وبالتالي يتحول إلى معسكر الأموات. فالمعيشة في الظن لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، عبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، يعني في الدنيا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته واجتهاده وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان بعض من ذاق هذه اللذة، لذة الحياة الطيبة بالإيمان واليقين، كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.
لو يعلم او لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من المتعه والتلذذ بهذه الحياه الطيبه ونحن فيه من السعاده لقاتلونا عليه بالسيوف حتى ياخذوه منا، لا ان يتهمونا هم باننا ننزعهم في الملك والدنيا. لا، هم لو عرفوا طعم، لو ذاقوا طعم ما نحن فيه من اليقين والحياه الطيبه، لو علم الملوك وابناء الملوك بما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول يعني حينما يذوق يعني برد اليقين ولذة الطاعة والذكر والقرآن الكريم والإيمان، فتوجد هذه اللذة في قلبه، فيقول لو كانت الإنسان في الجنة ينعم من هذا النعيم هؤلاء إذن يكونون في عيش طيب، فكيف ويعني ليس في الجنة والدنيا إلا الأسماء أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر طبعا حلق الذكر يعني الذي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، كالدروس في المساجد، كتلاوة القرآن الكريم، كدروس الفقه، هذه حلق الذكر. أما ما تعرف عليه الناس الآن حلق الذكر عند الصوفية الجهلة، حلق الرقص والقفز والنص وهذه الأشياء، هذا ليس ذكرا، هذه حلق الغفلة، وليس ذكرا، هذه غفلة عن الله ونسيان لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولك ظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه، فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكم عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم ما معنى سليم؟ يعني هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. وقال أيضا رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فسر غير واحد من السلف قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا بعذاب القبر، وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر، ولهذا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار كما قول، ونظير قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني تأملوا هذا الأمر في غاية الخطورة، نحن نتلو القرآن أحيانا ولا نتدبره التدبر المطلوب. يعني فرعون استحضروا هذا جيدا، هذه حقيقة كونية يخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها تقع كل يوم. يعني فرعون من ساعة ما أغرقه الله هو وجنوده إلى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، في كل غدوة وفي كل عشية، يعني صباحا ومساء يعرضون على النار. يعني النهارده الصبح عرضوا، وفي المساء عرضوا، وغدا صباحا يعرضون، وهكذا. يعني هذا امر نحن لا نحس به، لكن الله يخبرنا، ينبغي ان نستحضر هذا ويكون يقينا لدينا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا هذا دليل واضح جدا على عذاب القبر. يعني يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها, مستمر في المضارع, يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا في القيامة الكبرى. ونظير قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم, يعني يقولون لهم أخرجوا أنفسكم, اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظير قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الإذاقة في البرزخ وأولها حين الوفاة, فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, قال نزلت في عذاب القبر. والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر, والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى بأن له معيشة ضنكا, وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة في الحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء, وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب في الآخرة. قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان لسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له الشيطان يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد, حتى إذا وافى ربه يوم القيامة من قرينه وعاين هلاكه وإفلاته قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة, لأنه ليس ضد الوحي إلا الهوى واتباع هذا القرين. دائما قلنا مرارا أن الوحي يأتي في مقابلة الهوى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون, أنه يحسب أنه على هدى فهل هو معذور؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, ما دام الضلال نشأ عن إعراضهم عن الوحي فلا عذر لهم حتى لو ظنوا أنهم مهتدون, فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى, فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه, وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. فانتبهوا لهذه الصفحة, هذا مهم جدا, هو يحسب أنه مهتدي ألا يكون هذا الحسبان عذرا له حيث لا يعذب في الآخرة؟ لا, الجواب إذا يكون عذرا له متى؟ إذا كان ضلاله بسبب أنه لم يبلغه الإيه؟ الرسالة, مثلا ما سمع أن في شيء اسمه قرآن ولا رسول يدعى محمد عليه الصلاة والسلام ولا إسلام, ما سمع بهذا على إطلاق, لم تبلغه الرسالة فهو ضل بسبب أن الرسالة لم تبلغه, فهذا له كلام وله تفصيل كما نقشناه مرارا. أما الذي سمع عن القرآن وسمع عن الإسلام وسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عن ذكر الله
بعدما بلغه فهذا لا عذر له إذا ضل وهو يحسب أنه مهتد، لماذا؟ أن الحق وصله، وهو لو أعمل عقله الذي هو أداة التفكر والتدبر والوصول إلى الهدى، لو أعمل عقله يعني بنفس القدر الذي يعمل عقله في أسهل الأمور لا توصل الحق بمنتهى الوضوح ومنتهى السلام. نعم، لكنه أعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له، فهو الذي أطل عقله. فالله سبحانه وتعالى بث له الآيات، آيات التوحيد في الآفاق وفي أنفسهم، أخذ عليهم ميثاق الفطرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وتكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف كي تظل الحجة قائمة على جميع الناس في كل الأعصار إلى أن تكون الساعة. و يعني الصحابة جاهدوا ونقلوا هذا الدين، والعلماء وردوا ورثوا هذا العلم وحفظوه من التبديل والتحريف ونقوه من البدع والسوائد، وداعي الهدى يدعوه كل حين ومع ذلك يعرض عن ذكر الله، فهذا لا عذر له في ضلاله إذا كان يحسب أنه مهتد. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، يعني الذي بلغه الذكر فأعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يعني مجرد أن واحد يسمع أن في رسول أرسل وقرآن أنزل ودين اسمه دين الإسلام هو دين النجاة، أو يقال إنه دين النجاة، مجرد سماعه لذلك فيعني فإنه يكون قد بلغه يعني الإيه بلغته الرسالة، فهو مسؤول عن أن يعمل عقله ويتدبر ويتفكر، ليس هذا فحسب، بل لابد أن يصيب الحق، يعني يعمل عقله ويبحث عن الحق ويصيب الحق أيضا، يعني أيضا لا يقبل منه أن يقول إيه، يقول بحث عن الحق فوجدته في البوذية مثلا أو في النصرانية أو اليهودية، لا، هذا لا يمكن أن يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن الحق قامت عليه أدلة أنفع من الشمس في ربيعة النهار، لا يمكن أبدا أن يشتبه الحق في دين الإسلام على أي إنسان منصف يحترم عقله ويحترم العلم. كما قلنا أيضا مرارا، مجرد الإعراض هو ذنب وكفر أكبر، مجرد أن إنسان سمع عن الإسلام ثم أعرض عنه فهذا من أنواع الكفر القبيحة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذن حتى الكافر الذي كان حظه من الأمر أنه مجرد سمع عن الإسلام ثم تلهى في دنياه ولم يحارب المسلمين ولم يعمل أي شيء يؤذيهم، لم يرفع ما يفعل شيء، كان سلب في عهد، هذا عدو لله وعدو لرسول الله. لماذا؟ لأنه أعرض الحق، ليس هينا إلى درجة أن يدخل الإعراض عنه، لا، الحق مسلح بالأدلة التي تلزم من يبلغه أن ينقاد إليه، إذا كان عنده شبهة هو كثير بأن يزيلها، لكن الإعراض في حد ذاته هو جريمة كبرى يستوجب بها الخلود في النار والعياذ بالله. إذن الوعيد في القرآن إنما يتناول النوع الأول الذي بلغته الرسالة، وأما الثاني الذي لم تبلغه الرسالة فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وهذا كثير في القرآن. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى الخامسة، أي الفائدة الخامسة، قال ابن القيم اختلف في قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى، هل هو من عمل بصيرة أو من عمل بصر؟ والذين قالوا هو من عمل بصيرة إنما حملهم على ذلك قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فقال لا يحمل إيه على عمى الإيه البصيرة، وقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد يعني حاد، ها، وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة لقوله نعم لقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، إذا هم ينظرون،
وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. والذين رجحوا أنه من عمل البصر قالوا السياق يدل عليه لقوله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهو لم يكن بصيرا في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق، فكيف يقول وقد كنت بصيرا؟ وكيف يجاب بقوله كذلك وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر، وأنه جوزي من جنس عمل، جزاء من جنس العمل. نعم. فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعميت عنه بصيرته أعمى الله به بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. فقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد قيل في هذه الآية أيضا إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى كما قيل في هذه الآية. قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق، فهو عمى عن رؤية ما يسرهم وسماعه، وهذا قد روي عن ابن عباس قال لا يرون شيئا يسرهم. وقال آخرون هذا الحق حين توفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك، فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك، ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد، وهذا مروي عن الحسن. وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها، سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيبصرون بأجمعهم عميا بكما ثم لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير والشهيق، وهذا منقول عن مقاتل. والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم، ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها، بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمل بصر، وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحد في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. هل الكافر يوم القيامة أعمى عن الحق؟ قال رب لما حسبتني أعمى يعني أعمى عن الحق؟ لا، ده يكون عنده يقين، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن يقين في دار الجزاء، اليقين الذي ينفع هو اليقين في دار التكليف في الدنيا، فهم في الحقيقة ليسوا عميا بمعنى العمي عن الهدى، لأنهم يعني يعرفون الإسلام دون الحق، يعرفون ويقولون بكل ذلك في الآخرة، فهم ليسوا عميا عن الحق في الآخرة، لكن لا ينفعهم هذا البصر في الحق، وإنما قال ربي لما حسبتني أعمى يعني أعمى البصر، وقد كنت بصيرا يعني وقد كان بصري سليما إيه في الدنيا، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. يقول وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلي حفاة عراة، وفي قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وفي قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. يعني قوله تعالى يا ويلنا هذا يوم الدين،
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا في الحشر الأول أول ما يختارون. في حشر ثاني يعني بعد البعث والنشور في حشر ثاني يتجمعوا بقى. المقصود بقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فهذا هو الحشر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. وعند الحشر الثاني يختارون على وجوههم عميا وبكما وصما. ولكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحفته. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول القطني الفائدة السادسة قوله تعالى وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرض عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليه تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها. كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فإن الجزاء من جنس العمل، فالنسيان مجاز عن الترك. قال ابن كثير فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى فإنه قد ورد في السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. والحديث ضعيف. السابعة قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي وهكذا نجزي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى من ضنك العيش في الدنيا لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق العذاب بقوله سبحانه أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهد لهم أي لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من القرون أي الأمم المكذبة للرسل. وتقدم هذا مرارا تفسير القرون في هذا السياق بالأمم المكذبة للرسل. يمشون في مساكنهم يريدوا قريشا أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون آثار هلاكهم. أفلم يهد لهم أي هؤلاء المكذبين من قريش كم أهلكنا قبلهم من القرون هم الآن يمشون أو يتجولون في مساكنهم، يعني هم في قوله مساكنهم تعود إلى هؤلاء المعذبين القرون المهلكة، أما يمشون فالواو تعود إلى كفار قريش. أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون آثار هلاكهم، وأن ليس لهم باقية ولا عين ولا أثر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول السليمة، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، مع إشعار قوله تبارك وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. يعني كما كذب هؤلاء المكذبون من قريش فلهم نفس المصير الذي لفيه المكذبون فيما مضى، لكن يمنع من نزول الهلاك بهم الآن كما نزل بمن قبلهم أن لذلك أجلا محتما لا يخلف الله سبحانه وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربه، هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، بجانب أن قوله أفلم يهدي لهم يشعر بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. هنا ولولا كلمة سبقت، ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاشعري: هو القضاء السابق ألا يستأصل هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك أمته إهلاكا عاما يستأصل كافة المكذبين منهم كما حصل مع الأمم السابقة. فهذا قول القاشعري في تفسير قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت، أن الكلمة السابقة القضاء السابق ألا يستأصل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله، ولقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الكلمة السابقة: هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة، وعد الله سبحانه وتعالى أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة. يقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عادا، لكان مثل إهلاكنا عادا وثمود لازما لهؤلاء الكفرة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة لكان لزاما، يعني كان إهلاكهم أمرا لازما ومحتما كما أهلك الأولون. واللزام إما أنها مصدر لازم كالخطاب، وصف بالمصدر مبالغة كما تقول رجل صدق أو رجل عدل، فيوصف الإنسان يوصف بالمصدر أحيانا للمبالغة، أو أن اللزام اسم آلة لأنها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغة أيضا كقولهم: نزعر حرب، نزعر حرب، ولزاد خصمة بمعنى ملح على خصمه، من لذة بمعنى ضيق عليه. وجوز أبو البقاء فيه كونه جمع لازم، لزام جمع لازم، كقيام جمع قائم. وأجل مسمى عطف على كلمة، ولولا كلمة وأجل، عطف على كلمة، أي ولولا أجل مسمى لأعمالهم أو أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لما تأخر عذابهم أصلا، هم يستحقون العذاب لأنهم كذبوا، فالأصل أنهم يعاقبون كما عوقب السابقون الذين أشير إليه في قوله: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك مانعان من أن يكون العذاب لازما لهم الآن. فالأول كلمة سبقت من ربك العبا بتأثير جزائهم إلى يوم القيامة، ولولا أيضا أجل مسمى، فإذا لا يختلط الأمر على أحد ويستغرب كيف أن كلمة الزمن منصوبة وكلمة أجل مرفوعة، لأن أجل معطوفة على كلمة، كلمة مرفوعة. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أيضا سبق من ربك لكان لزاما، لكان نزول عذابهم أمرا لازما محتما. أيضا أما هذا الأجل فهو إما وأجل مسمى، يعني يوم إذا كان في الدنيا بيوم بدر فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، في الحديث سبعة من أشراط الساعة تكون قبل يوم القيامة منها الإيه؟ اللزام، اللزام وهو الذي العذاب الذي لزمهم يوم بدر، أو يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة. فلولا هذا الأجل المسمى لما تأخر عذابهم أصلا. قال أبو سعود: وفصله عما عطف عليه، يعني مع تقارب المعنى بين
كلمة سبقة كلمة سبقة قبيل أجل مسمى، لكن فصل عما عرف عليه للإسعار باستقلال كل منهما، يعني أن الكلمة شيء غير الأجل، العطف للمغير لنفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأجل مسمى، كدأب عاد وثمود وأضرابهم. فاصبر على ما يقولون وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي إذا كان تأخير عذابهم ليس بإهمال بل بإمهال، إذا كان تأخير عذابهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهمله، فإن الله يمهل ولا يهمل، فتأخير العذاب ليس بإهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم، ولكنه يمهلهم. فإذا كان الأمر يعني أمر تأخير العذاب ليس إهمالا ولكنه إمهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر، فاصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، فهذه الفاء سببية، فاصبر على ما يقولون. والمراد بالصبر عدم الاضطراب بما صدر منهم، لا شرط القتال حتى تكون الآيات منسوخة، لأن بعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة في آية السيف كعدد كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود تصبر على ما يقولون يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في التسبيح المأمور به وجهان، ما المراد بالتسبيح في قوله وسبح؟ الأول أنه التنزيه، والثاني أنه الصلاة. فإذا التسبيح يحتمل إما الوصول سبح بحمد ربك يعني نزه ربك عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص، حامدا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه المولي للنعم كلها. ومن صيغه المأثورة، من صيغ الثابتة المأثورة، تسبيح سبحان الله وبحمده. وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الدوام، مع أن لبعض الأوقات مزية يصدر بها غيرها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذكر طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كأنه قال سبح بحمد ربك في كل وقت، في كل وقت، فذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات. أو يكون المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن لهذين الوقتين بالذات مزيا على غيرهما من الأوقات، وهذا حقيقة، لأن هذين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، اللذان هما طرف النهار لهما، يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث، هذه أفضل أوقات الذكر في النهار على الإطلاق طرفي النهار. هذا هو القول الأول، تبدأ بحمد ربك يعني تنزيه، نزه ربك متلبسا بحمده، لأن الكمال يتضمن أمرين نفيا وإثباتا، فاللبس يتضمن يشير إليه التسبيح، لفظة التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن كل ما لا يليق. أما التحميد فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هي بصفات الكمال والجمال والجلال، واضح. الحمد لله كلمة عامة من الشكر، فالحمد يعني الثناء الحسن المدح بصفات الكمال والجمال والجلال، فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه الباء هي بالتلبس، يعني سبح بحمد ربك متلبسا، سبح ربك متلبسا لتحميله، يعني اقرن بين التسبيح وبين التحميل لتجمع هذين الكمالين، نفي النقائص واثبات الكمالات، هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وننزه الله عما لا يليق وبحمده. واقول ايضا بجانب سبحان الله اقول بجوارح الحمد لله، يعني اثني عليه باثبات الكمالات وامدحه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا انه الصلاه،
وسبح بحمد ربك أي صلي لربك، وهو الأقرب. القدري يرى أن هذا القول هو الأقرب بدلالة قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ما هي الدلالة؟ الدلالة الاقتران، قرن الصبر بالصلاة. فنفهم هذه الآية آيتها في ضوء آية البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه من أشده أذية الكفار للمؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والأذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. فيقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والأذى الذي يقولونك به. فكذلك تناسبها قوله في الآية الأخرى واستعينوا بالصبر. وسبح بحمد ربك، عطف عن الأمر بالصبر على ما يقولون من الأذى الأمر بالتسبيح، وفي الآية الأخرى عطف على الأمر بالصبر الأمر بالإيه؟ بالصلاة. فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاة، والآيات يفسر بعضها بعض. وقد تلمحون في بعض الأحاديث أن الصلاة يطلق عليها تسبيحا. من يأتي بشاهد أن الصلاة يطلق عليها تسبيح؟ أخ عمل كده وبعدها عايز الحديث في استعمال الصلاة بمعنى التسبيح. لا ترد في حاجة ده. احسنت، صحيح لا يسبح في السفر. او قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتمم، لو كنت متنفلا لاتمم في الطريق. طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه، الحديث ايه بقى؟ جمع بين المغرب والعشاء، جمع تاخير يعني، ولم يسبح بينهما شيء، يعني لم يتنفل بينهما شيء. فالصلاه يطلق عليها تسبيح، باعتبار التسبيح احد يعني افعال الصلاه، فيجوز ان يطلق عليها جزء من مكوناتها. نعم. فاذا القول الثاني انه الصلاه، وهو الاقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. والايات يفسر بعضها بعضا، والمعنى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك اي صلي وانت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر، لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها. سبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها يشمل إيه؟ الظهر والعصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل، يعني لذلك المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب تبارك وتعالى، ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا طرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأثق، وللبدن أتعب وأنفق، فكانت أفضل عند الله وأفرق، لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الراحة. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل المغرب والعشاء، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى، لا يعرف أطراف وأطراف النهار غرب. نعم. وأطراف النهار يعني سبح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا في اختصاصهما بمزيد مزيتين، ومجيئه برفض الجمع لأمن الإنبات، والمرشح مشاكلته لآناء الليل،
أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين، أو لأن النهار جنس فيشمل كل نهار، أو أمر بالتطوع في أجزاء النهار. قال الرازي: إنما أمر عقيد الصبر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوى والراحة، إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. قلت: وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى: لعلك ترضى، لعلك ترضى، أي رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك. لعلك ترضى يعني إلزم هذين الأمرين، تصبر على ما يقولون وتسبح بحمد ربك، لعلك ترضى يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب، رجاء أن تنال به ما به ترضى نفسك من رفع ذكرك ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك. وهذا كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى: ولا سوف يوفيك ربك فترضى، وفي الحديث: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك، أو كما قال تبارك وتعالى. ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من زخارف إنما هو فتنة لهم فلا ينبغي الرغبة فيه، وإنما أوتيه أجل وأسماء. فقال تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.